السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 171. هذه جات في الوحدة السادسة الأسبوع الثالث. غادي نشوفوا جولي اي جاكري. التمرين 6 شنو نشوفوا شنو مطلوب منا؟ قال لك كوش يعني دير علامات فيه على سكيا، يعني الجملة اللي عندها لو ميم سونس، نفس المعنى، لو ميم سونس كو لا فراز دو تكست، مع الجملة ديال النص. جملة النص كاينة في السطر الثاني والثالث. شنو كتقول هذه الجمله؟ كتقول نو زافون سيجورني دون ان بيل اوتيل، حنا اقمنا في فندق جميل. اقمنا يعني سيجورني، لو سيجور الاقامه ديالنا كانت في واحد فندق جميل. سكننا او اقمنا. كتلاحظوا بان هذا بيل اوتيل، هي كتقول له هذا اوتيل مذكر ان، ولكن علاش فيه بيل ماشي بو؟ اذا هنا كتعرفوا بان المذكر بو، هذه على الهامش فقط، المؤنث بال. اذا ها المؤنث كي داير بال، عندها دو زال او. اذا هذه ماشي مؤنث، هذه كتنطق بحالها ولكن ماشي مؤنث. اذا شنو هذه؟ منين جاتنا هذه؟ راها مذكر، ولكن حيت تلاقات بو مع اش، ولا مع من تلاقى مع شي فويال يعني حرف علمه ولا اش، كان حيدو ديك بو، ما كتكتبش بو، كتكتب بال. هذا على الهامش فقط هنا. اذا شنو اللي كيناسب هذه الجمله؟ هذه نحن اقمنا في فندق جميل. واش هذه الجمله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ اذا باش غادي نعرفوا خصنا نفسروهم، نقراوهم ونشرحوهم. نو زافون ديكوري ان بيل اوتيل، نحن زينا واحد الفندق جميل، يعني ديكوريناه، درنا له الديكورات، زيناه. الجمله اللي موراها، اذا هذه ما صالحاش. الجمله اللي موراها نو زافون لوجي، حنا سكن كرينا يعني سكننا دون ان بيل اوتيل، سكننا لوجمون يعني السكن، سكننا في واحد فندق جميل. اذا هذه صالحه. نشوفوا الجمله الثالثه، نو زافون بان ان بيل اوتيل، حنا صبغنا واحد الفندق جميل. اذا اللي صالحه هي الجمله الوسطانيه، نو زافون لوجي، ما صبغنا ما ديكورينا، اللي صالح لينا سيجورني اقمنا هي سكننا لوجي، نفس المعنى. ندوزو للتمرين رقم 7، دي كرو كوبي لو تيكست، انقل النص. في عنقلوه في هاد البلاصه هادي اللي دايرنا لتحت، ياك عنقلو النص اون رومبلاسون، بتعويض. هاد التمرين كنديروه ديما، نعوضو هاد التصاور بالكلمات اللي كيناسبوها، يعني التصويره نعوضوها بسميتها لو تيكست اون رومبلاسون شاك ديسان، كل رسم باغ لي مو كوريسبوندون، بالكلمات المناسبه. مثلا هنا شنو هادو؟ هذا واحد الحوض، حوض طبيعي، أحواض طبيعية. إذا شنو نقولوا؟ دون دي باسان، في الأحواض دي باسان، واضح؟ دون دي باسان، إيه ما كتبناهاش من الأول، نكتبوا الجملة من الأول ديالها. دون دي، في داخل دي، أحواض يعني دي، ما قلناش لي يعني الأحواض، ولكن دي يعني نكرة. في داخل احواض طبيعيه، هذه نكره دي، بحال كنقولوا الجمع ديال ان كتعطينا دي، والجمع ديال لو ولا لا كتعطينا لي. اذا دي باس، في احواض باس ناتشورال يعني طبيعيه، احواض طبيعيه. إل يافي كانوا كاينين. شنو اللي كاين؟ دوك الاحواض الطبيعيه. إل يافي شنو كان عندنا في ديك الاحواض الطبيعيه؟ il y avait des petits، شنو هادو؟ des petits poissons، اسماك. des petits يعني اسماك صغيره، des petits صغيره، des petits poissons اسماك صغيره، واضح؟ نديرو نقطه، نرجعو دابا السطر الثاني، نكتبو الجمله الثانيه. الجمله الثانيه شنو فيها؟ c'est un spectacle magnifique، ce lieu est situé près du village، إنه مشهد ولا منظر رائع. سو ليو، هذا المكان، اي سيتوي يعني يقع بخي، يقع قرب فيلاج يعني قرية. حنا غادي نشوفوا الصورة، إذا نكتبوا هذا الشيء، سي نكتبوها هنا، سي تان سبيكتاكل مانيفيك، ce lieu، هذا المكان، ce lieu est situé
Et si tu es, si tu es près du Orba, près du village Pariet, village Emlili. Il faut, Yejibo, louer, Yejibo, un 4x4. واحد سيارة رباعية الدفع، يعني كتيري بروايد بربعة، لأن البلاصة فيها الجبال وفيها الرملة وفيها هذه، خص شي طوموبيل تكون صحيح بوغ إيالي باش نمشيو لديك البلاصة ديال داك الفيلا سميتو إبليلي. خصنا نديرو هذيك نكريو واحد 4x4 بوغ إيالي باش نمشيو ليها، يعني إي كراك كتنوب لنا على هاد إبليلي. ندوزو للتمرين رقم 8، نشوفو شنو طالبين منا. قال لك تخوف لو نو دي ليو فيزيتي، وجد لينا الاسم ديال الاماكن اللي زارها، اللي تزارت باغ لو بوتي غارسون، بالطفل الصغير، ودور عليها، يعني الاماكن اللي زارها الدري غادي ندور عليها. غابة لا ما زارهاش، امليلي زارها ندور عليها ياك، داخلة زارها ندور عليها، لو زو دو تيمارا يعني حديقة الحيوان ديال تمارا ما زارهاش، ما ندوروش عليها. لا بلاج دو بورتوريكو زارها، إذا ندورو عليها، الشاطئ ديال بورتوريكو. ندوزو للسؤال رقم 9، نشوف شنو مطلوب منا. السؤال رقم 9 قال لك غومبلاس، عوض لي مو سوليني، الكلمات اللي مسطرين عليها عوضهم باش باغ لو كونتخيغ، بالضد ديالها، بالضد ديالهم، اي اكري لي فراز، واكتب الجمل. مثلا هنا ديتيستي كراهه، يعني الضد ديالها هو امي، ديتيستي كريهه، الضد ديالها هو امي احبه. بلوفيو يعني ممطر، الضد ديالو هو انسولي مشمس. هنا بيتيت صغيره، الضد ديالها هو غروند طبيعه الحال. اذا قال لك هاد الكلمات اللي مسطرين ليها نعوضوهم بالضد ديالهم اللي كاينه الفوق. إذا شنو نقولوا؟ لو طون إيتي، يعني لو طون، يعني الجو كان، لو طون، طون إيتي كان ماذا؟ هنا عندنا أنسولاي، هنا نعاودوها بلوفيو، يعني ممطرا، كان الجو ممطرا ولا ماطرا، هو الضد ديال أنسولاي، لأن جاية من سولاي. هادي جاي سولي يعني مشمس، شمس، وهنا بلوفيو جاي من بلوي يعني ممطر. اي لا بلاج، والشاطئ، اسي غروند يعني كبيره بزاف، عم نديرو اسي بوتيت يعني صغيره بزاف، اسي بوتيت، واضح. نقولو جي ايمي سو فواياج، قلتي ديرو شنو تقول؟ جي كانت امي، يعني احببت هذا السفر. غتقول جي ديتيستي، يعني كرهت هذا السفر، ما عجبكش. علاش؟ لانه كان فيه الشتاء والشاطئ كان صغير. ديتيستي سو فواياج، واضح. ندوزو دابا للتمرين رقم 10، نشوف شنو مطلوب منا. قالك ريكونستيتي يعني اعيد تكوين لا فراز، هاد الجمله مخربقه رتبها وقادها، بوي ومن بعد غوكوبيلا وعاود نقولها، ايد توا دو تيكست يعني استعين بالنص اللي فات قريتي. اذا هنا عندنا مودرن عصريه، ايتي كانت، اي هي، هو ديكوري مزينه، غروند كبيره، دو فاسون بشكل ولا بطريقه، لا شامبر هي الغرفه. شنو وريتكم انا ديما؟ كنوريكم، كنقول لك ديما اول حاجه تبدا بها هو قلب على الكلمه اللي مبديه بماجيسكول، هي اللي بدا بها. اذا فين الكلمه اللي مبديه بماجيسكول؟ هنا هي لا شومبر، بكل بساطه نديروها هي الاولى، لا شومبر. وشنو هي الكلمه الاخرى؟ هي اللي فيها النقطه. اذا هاد لا شومبر طارت، هاد مودرن نخليوها هي الاخرى، ها هي طارت، نخليوها هي الاخرى، نشوفوا شحال عتقدنا. ها مودرن ولا شومبر؟ عاد سالي مودرن.
إذا لا شامبر إتي كانت ديكوريا، يعني الغرفة كانت مزينة. إتي ديكوري إتي غروند إي ديكوري، هذه كانت كبيرة، لأن كاين هو كانت كبيرة ومزوقة، ولا كانت مزوقة وكبيرة، بحال بحال. إذا كانت كبيرة ومزينة دو فاسون، بشكل عصري. هذا الشيء عندكم في التكست. إذا لا شومبر إتي، أجا اللي دوزنا نشطبوا عليها، إتي غروند كانت كبيرة، حنا حيدنا غروند، إي و ديكوري مزوقة دو فاسون، بشكل ولا بطريقة مودرن. احنا وصلنا لها ديك الاخرة اللي قلت لكم غتكون هي الاخرة اكيد، مودرن عصرية. هذه الصفحة 171 كملناها، انتهى.